وفقد السمع والبصر، وهذا الشيء تسبب بزاف بزاف المعاناه ديالي مع واحد المرض مزمن. ملي كتجيني لا كريز مجهده اللي هو ما كتقدرش الضو كيضرك في العينيه، ما كتقدرش تشوف، ما كتقدرش تسمع حوايج. بونجور لي زامي، جيسبر كو فوز الي بيان وبخير وعلى خير. هاد لي كيلكو جور طالعين شي اخبار اللي ما عجبونيش بزاف، دي زارتيكل اللي كيقولوا فقد السمع والبصر. الله يحفظنا والله يجينا ويجي جميع المسلمين. وهذا الشيء تسبب بزاف بزاف ديال الاصدقاء والاقارب اللي كيعيطوا ليا مخلوعين، كيحسب لهم بصح وقع ليا داك الشيء مع كامل الاسى والاسف. انا جي بارطاجي في البرنامج ديال العالم شهرزاد المعاناه ديالي مع واحد المرض مزمن اللي كيعاني منه بزاف ديال الناس، وهضرت على واحد ليطا اللي كنوصل ليها ملي كتجيني لا كريز مجهده اللي هو ما كتقدرش الضو كيضرك في العينيه، ما كتقدرش تشوف، ما كتقدرش تسمع حوايج بحال هكا. انا كنتاسف على الناس اللي كتبوا هاد لي زارتيكل، سا ما في بوكو دو مال. دونك كيف ما قلت لكم سا ما في بوكو دو مال، خلع الناس سورتو اللي من عائلتي والاصدقاء ديالي، كو تليفوني ما سكتش. او كنقول حشومه الناس اللي كيتاجروا باخبار بحال هكا. نورمالمون دابيتود ما كنجاوبش على اللي بغى تقال تقال، واللي بغى يقول فيا شي حاجه يقولها، واللي بغى يسب، واللي بغى بزاف المواضيع ما كنجاوبش عليهم. ولكن هذا الموضوع بغيت نجاوب عليه باسكو ماشي برزتني غير انا، خلى بزاف ديال الناس اللي كيبغيوني واللي قراب مني من العائله كيف ما قلت لكم والاصحاب وهذا الشيء. اي بوان باغ. والحمد لله انا بعويناتي بوديناتي الحمد لله كنسمع كنشوف، وما كاين حتى حاجه من 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 هذوك لي زارتيكل اللي كيكتبوا من هذه الهضره اللي كان. مجله لالا العروسه، اخبار حصريه بجوده عاليه. لا تنسوا الاشتراك في القناه للمزيد من الأخبار.